مرحبا يا حلوين، ان شاء الله انتم بألف خير. اليوم عندي خبرتين حلوين لإلكم. الخبرية الاولى هي اللي بحب يتواصل معه على الفيسبوك يضغط على هذا الرابط، رح احطه بالديسكريبشن تحت الفيديو، وانا بانتظار رسائلكم على الفيسبوك. والخبرية الثانية هي انه نحن عم ننظم دروسنا حسب المستويات، وخلصنا المستوى الاول A1 والمستوى الثاني A2، وهلأ انتهينا من المستوى الثالث B1، واللي حابب يبدأ من المستوى الثالث في يضغط على هذا الرابط اللي رح اتركه كمان بالديسكريبشن تحت الفيديو. وان شاء الله بشوفكم بكرة بدرس جديد، وهو درس الهوموفونز الجزء التاسع، الحلقة قبل الأخيرة. ونهار الخميس رح نزل الدرس الثالث من كورس القراءة والنطق بإذن الله. بشوفكم قريبا ان شاء الله. باي باي.